الإنجليزي، عقدة الملايين. إحنا عاوزين نفك العقدة دي في الكورس ده بإذن الله. فإحنا مش هنتكلم في ده الفيديو عن أهمية اللغة الإنجليزية، لأنه الكل عارفها، وإنت ما فتحت ده الفيديو إلا وإنت عارف أهمية اللغة الإنجليزية. الفكرة من الكورس إن إحنا نحاول نبسط اللغة الإنجليزية قد المستطاع ونوصلها لك بإذن الله. فالمطلوب منك إن أنت تجيب دفتر أو كراسة أو كوبي بوك وتبدأ تنقل البيانات أول بأول، ابتداء من الحروف وانتهاء وين ما وصلنا طبعا، أزمنة إلى ما. السؤال الأول، هل اللغة الإنجليزية صعبة؟ لا، اللغة الإنجليزية مش صعبة. أي شيء في البداية بتحسه صعب، بيكون معقد، بس لما يبدأ يتفكفك بتبدأ توضح معك الدنيا، بتبدأ تفهمه صح، بتمشي معك الدنيا حلو. بعد ما تبدأ تتفكفك، اللغة معك تبدأ الدنيا توضح، بتحتاج حاجة اسمها ممارسة، أو باللغة الإنجليزية بيسموها practice، اللي هو أنت لازم تتعلم تستخدم اللي بتتعلمه. يعني اتعلم واستخدم، اتعلم واستخدم. فأنت لما تستخدم بتثبت، تعلم استخدم ثبت. طيب كيف أنا ممكن أمارس اللغة الإنجليزية؟ معك أسلوبين اللي هما من أروع الأساليب بالنسبة لي أنا أشوفهم. اللي هو الأول إن أنت تبدأ تكلم نفسك، كن مجنون، بتكون قاعد مع نفسك، فكرت بموضوع، فكر باللغة الإنجليزية، شغل المسجل في التلفون بتاعك وابدأ سجل صوتك وانت بتتكلم باللغة الإنجليزية، اشرح مواضيع باللغة الإنجليزية، ابحث في جوجل في يوتيوب باللغة الإنجليزية. معك مقابلة، بتفكر في المقابلة، في الأسئلة بتاعت المقابلة، الأجوبة بتاعت المقابلة، حتى لو المقابلة بالعربي فكر باللغة الإنجليزية. هذا بيخليك تمارس اللغة الإنجليزية أكثر، تتوسع أكثر، بتجيك أسئلة أكثر، بتبحث أكثر، بتتعلم أكثر، بتثبت المعلومة أكثر. الشيء الثاني إن أنت تنقل المعلومة اللي جاتك. يعني اليوم تعلمت قاعدة معينة، بتروح لصاحبك، زميلك، جارك، أي أحد، صاحب البقالة، أقول له أنت عارف اللغة الإنجليزية لما تستخدم مثال فلاني، ويبدأ يشرح. ليه؟ لأن أنت لما بتشرح بتثبت المعلومة، وممكن الشخص اللي بتشرح له يسألك، فهو لما بيسألك أنت بتبدأ تفكر إيش الجواب، بتروح بتبحث، لما بتلقى الجواب بتكون اتوسعت. طيب الآن نبدأ نناقش بعض الأسئلة اللي شفتها في التعليقات بتاع الفيديو بتاع مستر محمد أشرف. السؤال الأول كان هل الفيديوهات مسجلة ولا هتكون لايف؟ لا، الفيديوهات هتكون مسجلة، هسجلها وننزلها على اليوتيوب، فوقت ما أنت محتاجها بتقدر تفتحها وتشوف الفيديو وتراجع، بحيث ان انت ما فهمت بتعيد الفيديو، بتوقف في النقطه المعينه، عاوز تاخذ سكرين شوت، بس يعني حاول تاخذ سكرين شوت حلوه، صور الشاشه وانا مبتسم مش وانا عامل يعني مكشر. اوكي السؤال الثاني كان كم عدد الدورات اللي بناخذها؟ تمام، احنا بنفكر في اللغه الانجليزيه كاربعه مستويات، مستوى ابتدائي للاساسيات، المستوى الاعلى من الابتدائي بشويه، وبعدين المستوى المتوسط، والمستوى الاعلى من المتوسط. بعد ما عندنا ايه المتقدم اللي هو خلاص يعني شخص اتقن اللغه وبدا يتعلم التفاصيل الدقيقه فيها. فاحنا نركز على اول ثلاثه، بحيث ان انت لو اخذتهم في اليوتيوب فحتجيك فرصه افضل ان انت تبدا تدرس مع نفسك، حتى يعني حتى لو ما كملت معانا بعدها حتكون متقن ان شاء الله، يعني حتبدا تتوسع اكثر، حيكون معك معلومات حلوه تقدر تبحث منها. سؤال اعجبني صراحه، في شخص كان بيسأل انه انا حأبدأ، انا معي اساسيات، انا متعلم، هل ابدأ معكم من البداية ولا انتظر لحد ما توصل المستوى؟ ايه السؤال اللي بسأله لك، هل انت عارف انت لفين بتوصل معنا علشان تبدأ معنا؟ يعني حتبدأ من فين؟ انت مش عارف، وانا كمان مش عارف. فاذا بدأت من البداية هل هذا شيء بيضرك؟ لا مش بيضرك، لان احنا بنتكلم في تفاصيل دقيقة باذن الله، لانه الشرح في الفيديو اسهل من الشرح في الكلاس، اللي هو شخص بيسأل وشخص مش فاهم وانت عاوز تراجع مع ده وعاوز تراجع مع ده. بس هنا حتنحط المعلومات كلها مرة واحدة، اللي عاوز ياخد الكتير اخذ، واللي عاوز ياخد الزبدة اخذها. فانت حاول تشوف معنا الفيديوهات بحيث ان انت تستفيد الاكبر قدر ممكن. فمثلا عندنا في الحروف، اذا بدأنا معنا من الحروف حتلاحظ ان احنا بنشرح للحرف الواحد اكثر من صوت، مش صوت واحد، بعض الحروف لها صوت واحد، بعض الحروف لها اكثر من صوت. فهذه معلومة ممكن تكون جديدة وممكن تكون عندك من قبل، بس في معلومات ثانية ممكن تلقاها مفيدة أكثر. فأنت حاول تشوف معنا الفيديوهات من البداية بحيث أن أنت تعرف مستواك وصلت لفين، من فين بدأت تتعلم الأشياء الجديدة، لأنه إذا قعدت منتظر حتجي تتفاجأ بالفيديوهات في 10 أو 20 فيديو وأنت مش عارف أنت مستواك. في سؤال يعتبر غريب شوية، هل الشرح باللغة الإنجليزية؟ طيب
انا صراحه بودي اشرح باللغه الانجليزيه، بس المشكله ان ما فيش interaction، ما فيش تعامل بين المدرس والطالب، فهنا انا مش هقدر اعرف انت فهمت ولا ما فهمت. فالافضل ان انا اشرح باللغه العربيه بالذات في الابتدائي، يعني احنا لسه بادئين، يعني انا مش هينفع اشرح لك الحروف باللغه الانجليزيه وانت لسه مش عارف اصلا الحروف. احنا لازم نبدا من البدايه نتعامل باللغه الام اللي نعرفها ونقارن بينها وبين اللغه الانجليزيه، رغم انه المقارنه بين اللغه الانجليزيه واللغه العربيه شيء مش كويس ابدا. يعني انا اقارن في البدايه بحيث ان انا اقارن معاني الكلمات علشان افهمها، لكن اقارن النطق لا، هذا مخارج حروفه مختلفه عن مخارج حروف اللغه العربيه. واحد. اثنين، هل اقارن القواعد النحويه حق اللغه العربيه بالقواعد حق اللغه الانجليزيه؟ لا، ما فيش اي رابط، هذه قواعدها منفصله تماما، فانا ما اقارن القواعد، اقارن الاستخدام. يعني في اللغه العربيه ايش من قاعده بستخدمها هي نفس الفكره بتاعت القاعده الفلانيه اللي موجوده في اللغه الانجليزيه، استخداما وليس بناء. اوكي، هذا بالنسبه لانه احنا نشرح بالعربي او بالانجليزي. الواجب حيكون بالعربي ولا بالانجليزي؟ الواجب حيكون باللغه الانجليزيه، لانه الواجب حيكون عن الانجليزي اللي انت اخذته، يعني انت درست قاعده معينه، الواجب حيجي عن القاعده هذه. وفي سؤال ما احد ساله، انا حساله، بالنسبه للكلمات انا كيف حابني كلماتي؟ احنا عارفين انه اللغه الانجليزيه لها اجزاء، منها او اكبر جزئين منها القواعد والكلمات، انا محتاج كلمات علشان ابنيها في القواعد اللي انا درستها. اوكي، بالنسبه للكلمات احنا معانا الكلمات القواعديه مستخدمه اكثر شيء في اللغه الانجليزيه، يعني انت لو اخذت القواعد كامله بتكون ماخذ كلمات كثيره جدا، قدر كبير من الكلمات. بالنسبه للكلمات الثانيه من اسماء او افعال حنكون ناخذ معانا برضو كلمات، حيكون في الواجب في كلمه جديده بتحتاج تترجمها، وبيكون معانا ممكن نرفق قصة مثلا أو أي محتوى ممكن تقرأه وتأخذ منه كلمات أكثر في المستقبل إن شاء الله، بعد ما نكمل العشرة الأولات اللي بيكون فيها القواعد الأساسية. بالنسبة للعشرة الحصص الأولى أو عشرة الفيديوز الأولى هيكون معانا كلمات جديدة في الواجب هنبدأ نحفظها، وحيكون في معانا كلمات جديدة في كل فيديو، فاحنا نحاول نجمع اكبر قدر من الكلمات بحيث ان احنا نوصل لل 3000 كلمه بسهوله، وان شاء الله حنتعلم اللغه الانجليزيه وحنتقنها وحنجيب 7 وفوق في الايلتس، وحناخد المنحه اللي عاوزينها، وحناخد الشغل اللي عاوزينه، وحنسافر الدوله اللي عاوزينها، وحنتكلم مع الناس اللي عاوزينهم، وحنعمل كله بالتوفيق.